بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب كراهية الخلع للمرأة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر. أبو بشر قال: أبو حاتم ثقة. نعم. قال: حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، أبو عاصم النبيل، وثاقه بن معين والعجري، وقال أبو حاتم صدوق. قال: عن جعفر بن يحيى بن ثوبان هو مجهول الحال، هو علة هذا الحديث. قال عن عمه، قال المديني مجهول. قال عن عمه عمارة بن ثوبان، عمارة بن ثوبان قال الحسين القطان مجهول الحال، الذهبي قال وثق فيه جهالة. يعني هنا الآن عندنا علتان، علة جعفر عن عمه وهو فيهما جهالة. قال عن عطاء، عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، نعم رضي الله عنه، عطاء طبعا من خير التلاميذ ابن عباس. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من العبادله الاربعه من السبع المكثرين على النبي الامين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسال المراه زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنه، وان ريحها لا يوجد من مسيره 40 عاما. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن الازهر ابن منيع الإمام الحافظ، قال النسائي والدارقطني لا بأس به، قال أبو حاتم صدوق. قال: حدثنا محمد بن الفضل الإمام أبو النعمان السدوسي، قال البخاري تغير بآخره لكن وثقه أبو حاتم. قال عن حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم من أساطير المحدثين، ثبت الأمين رواه الجماعة. قال عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني وهو من الثقات الأزبات رواه له الجماعة. قال عن أبي قلابة، عبد الله بن زيد بن عمرو، قال من سعد ثقة كثير الحديث. قال عن أبي أسماء الدمشقي، قال العجلي ثقة. نعم. قال عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. قال عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الباب باب في الكلام على مسألة الطلاق، وقد بينا قبل ذلك بالحديث الضعيف أن الطلاق مكروه، أن أبغض الطلاق عند الله هو أن أبغض الحال عند الله هو الطلاق، وهذا حديث لم يصح. والطلاق قد شرع، وهذا فضل ديننا، فضل شريعتنا على الشرائع السابقة، فضل أمتنا على سائر الأمم، فقد يكون في الغنى في الطلاق. قال الله جل وعلا: هي تفرقة يغني الله كلا من سعته. والحق بأن قد لا تستمر الحياة بين الزوجين لعلل كثيرة، إما لبغض، إما لكره، إما لخشية أن يسوء الخلق فتضيع أو يضيع. وهذا امتنعت كثير من النساء، أو من النساء من امتنعنا عن الزواج من السلم بمثل هذا، يخشين على أنفسهن. أم سلمة امتنعت أولا عندما تقدم لها النبي سلم فقالت: إني امرأة أغار، فردت النبي سلم على ذلك، وكانت العلة عندها هي امرأة أغار، فلعلها في الغيرة تتكلم بكلام يغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب الله لغضب رسوله فتهلك أم سلمة. قالت: إن امرأة غار، وإني عندي نساء وعندي أولاد، وأنا ذات أولاد، وإني كبيرة السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كبر السن فأنا أكبر منك، وأما أولادك فعلي، وأما للغيرة ندعو الله أن يذهبها. وما ذهبت كلية لنادي جبلة، لكن نبقى المسألة على أن تكون في دائرة القبول. وقد كما قلنا يكون السبب في ذلك طلب الولد، أو يكون في السبب في ذلك أنها لا تستطيع أن تتحمله، كما كانت بنت أبي سلول لما قالت: أكره الكفر في الإسلام، وأكره الكفر في الإسلام لا تقصد بذلك أنها تكفر،
تقصد ألا تتشبه بأخلاقيات الكفرة في النشوز وأيضا سوء الأدب مع الزوج أو التعالي عليه أو التطاول عليه، فأرادت أن النجاة في البعد، في البعد عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن الإسناد ضعيف لكن له شواهد، فلو شاهد من حديث ثوبان رواه أبو داود والترمذي وأيضا ابن ماجه في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة زوج زوجها الطلاق في غير كنه، يعني في غير محله، يعني يعني لا داعي لها، يعني لا داعي يدعوها للطلاق، لا داعي يدعوها للطلاق، فإن لم يكن لا داعي يدعوها للطلاق فتكون بذلك قد زهدت في نعمة الله عليها أو قد تجرأت على خير أتاها الله بها، فبهذا يكون الأمر عليها راضعا زاجرا في هذا الباب. قالت: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا. هو أصالة جاء الحديث: المخترعات هن المنافقات، والمسألة هنا على التصحيح يكون التقييد فيها على أنه لا سبب لها في الطلاق، لا سبب لها في الطلاق، فهذه التي يعني لها هذا الوعيد الشديد، وأنها تكون قد تقدمت هنا بين يدي التشريع. أما إذا كانت لها الأسباب فنسلم لم يلومها، ما لامها نسلم، يعني لما طلق فاطمة بنت قيس أو طلبت، لما طلبت فاطمة الطلاق وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق كان لها سبب، عندما قال: لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل في بيت واحد. وأيضا لما طلبت زينب بنت جحش الطلاق من زيد، ما استطاعت أن تتحمل، هي ما كانت تريده أولا، يعني أولا ما كانت تريده، ثم تفاقم الأمر، ما في تفاهم، ما تستطيع وما تريد، وطلبت الطلاق ولم ينكر وينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام زيد يشتكي منها ويريد الطلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك، فعاتبه الله جل في علاه، قال: وتخشى الناس والله أحق أن وتخفي ما في نفسك والله مبديه، ما قال له: أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلها مطلب، وأيضا من ساءت العشرة بينها وبين زوجها إذا طلبت ذلك أيضا لها، وإن طلبت الولد لها، فهذه أسباب ممكن تدعوها إلى مسألة الطلاق. لكن إن لم يكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجد ريحة الجنة، وإن ريحها يولد من مسيرة 40 عاما. ولن تجد ريحة الجنة هنا يتعلق به الخوارج، ويقول له الآن عصد بأنها طلبت الطلاق في غير محله فهي كفرت بذلك، والخوارج أضل خلق الله، أضل خلق الله وأغبى خلق الله، يضعون شيء في غير موضعه ويحملون الآيات والأحاديث في غير محمرها. ولذلك قال ابن أبي طالب ردا عليهم عندما قالوا: حكم الرجال وقد قال الله جل في علاه: إن الحكم إلا لله، قال: حق أريد به باطل. ولكن توجيه الجماهير في هذا الباب أنها لا تدخل الجنة من أول وهلة، أنها لا تكون مع السابقين ولا تدخل الجنة من أول وهلة، على أن المعصية كبيرة، وهذه تدل على أنها كبيرة لم يكن هناك أسباب لمسألة الطلاق. وأما الحديث الثاني فهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، وهذا حديث صحيح، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام. هنا بعض النساء يتمسكن بهذا الحديث على أن الغيرة بأس، يتمسكن بهذا الحديث على أن الغيرة بأس، وتقول للرجل إذا تزوج وأخفى عليها فإن علمت قالت: طلقني أنا هي، تصريحا لا تلميحا، أنا هي طلقني أو طلق، فتقع بين الاسمين، الاسم الاول طلقها وهذا اسم كبير، لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ صحفتها. نعم جهاد ايضا قال قصة، نعم صحيح، بريرة ومغيث وكان لها مهرب، هو الان في الطلاق ده الانسان تعجب وذهب يشفع، عندما ذهب مغيث يدور خلف بريرة ويبكي وهي ما تريده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، أتدري أترى أما تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فذهب فشفع له، فقالت له: تأمرني؟ قال: لا، قال: إذا لا حاجة لي فيه. ولم يلومها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يرد علينا بأن هذه حرة وهو عبد، لكن نقول نعم هي طلبت، ما طلبت البقاء من أجل إيش؟
من أجل المفارقة يعني، ومن أجل الفوارق بينها وبينها بينها وبينه في هذا الباب، وكان مطلبا عزيزا، لذلك ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. كما أقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة طلبت طلاق غير ما بأس فالجنة عليها حرام، هن يقولن البأس الغيرة، أنا في البأس الشديد الغيرة. فإذا قالت في البأس الغيرة، ما في صوت؟ الآن يشتكون، لكن الحارس يقول الصوت. لا الصوت موجود، حتى عمر قال الصوت ممتاز الصحيح. فهي تقول الغيرة بأس وأريد الطلاق، الغيرة بأس وأريد الطلاق. يعني بعض الحنابلة يقول بأن هذا، الحمد لله، بعض العلماء يقولون بأن هذا لها حق في ذلك، الغيرة تلجئها إلى الطلاق، لا سيما إذا اشترطت ألا يتزوج عليها، وهذا خطأ مبين، وهذا تدليس أيضا. بل النساء، نساء السلام، كنا أشد النساء غيرة على خير الرجال، وهي حتى لما سئلت عائشة قالت مالي مثلي لا يغار على مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مالي لا يغار على مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق بأن كنا يغارنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نرى امرأة منهن استباحت أن تطلب من السلام الطلاق. وأيضا الصحابة كذلك كانت فيهن الفضليات من الصحابة، كانت فيهن الغيرة ولم يطلبن الطلاق من أجل ذلك. فلا يقال بأن الغيرة بأس لا للمرأة أن تطلب من أجلها الطلاق، هذا خطأ مبين، خطأ مبين. وإلا أنت ترى الكيد الذي كان بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغيرة، ولم تلتجئ امرأة منهن أن تطلب الطلاق أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهن ذلك. فالغيرة ليست بأسا كما قال باشمهندس، الغيرة ليست بأسا، وإن كان فيها شيء من الضرر على المرأة من المشقة، لكنها مشقة تحتمل. وإلا لو كانت المشقة لا تحتمل لا يمكن أن يبتلي الله العبد بما لا يحتمله. وقد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لو كانت مما لا تحتمل كان تقريب بما لا يطاق، كان من باب التكليف بما لا يطاق، وهذا وغير وارد. قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلا يقال بأن الغيرة بأس، ليس كذلك وليس بصحيح عند من يقول بأن الغيرة بأس فللمرأة أن تطلب الطلاق. البأس وما البأس؟ إذن لو كانت الغيرة ليست بأسا فما البأس؟ سوء خلق الزوج، سيأتيك الآن حمزة، سوء خلق الزوج، سوء ديانته يجرها إلى الحرام، يثبت على الحرام، يطعمها من حرام، فهذا بأس تطلب من أجل الطلاق. بغض المرأة لزوجها، القلوب بين يدي الرحمن، بغض المرأة لزوجها بأس تستطيع أن تطلب به الطلاق. ولذلك قالت لو رأيت لتفلت في وجهي، يعني هذا كلام يعني استغفر الله، قال ذلك هو الآن. ولذلك الإنسان قال لرد عليها الحديقة، طلقها ورد عليها الحديقة، رد عليها حديقتها. نعم، من الباس سوء النفقة، وإن كنا نقول بالصبر أفضل، صبرنا الزوج السلام على تمر وماء في كل شهر، لكن سوء النفقة وقصر اليد في ذلك بأس لها أن تطلب الطلاق فيه. عدم الكفاية، بعدم الإعفاف يعني، بأس لها أن تطلب الطلاق فيه. وكما قال أخ، الكره الشديد للزوج بأس تطلب من أجله الطلاق. نعم، والدلالة على عدم الإعفاف أيضا لأن هذا مقصد، عدم الولد بأس تطلب له الطلاق، وعدم الإعفاف لما قالت المرأة تزوجت عبد الله بن عبد الرحمن من الزبير وأنا معه كهدبة الثوب، علم أنها أرادت الطلاق، قالت تريد أن ترجع للفاع، لا، حتى تذوق عسيلتي وأذوق عسيلتك. نعم صحيح حاتم، هذا صحيح، الغيرة ليست منضبطة بحال من الأحوال. نعم جزاك الله خير. إذا كان الزوج لا يصلي على الديمومة
هذا انا اخشى ان يكون فسخ العقد لو كان من يوم ان ولد الان مات، لكن ما في احد هكذا يصلي ويقطع، وقطع الصلاة فسق، قطع الصلاة فسق. فكل من طلبت الطلاق في لسبب من الأسباب التي ذكرتها فلا شيء عليه، كل من طلبت الطلاق لسبب من هذه الأسباب لا شيء عليها، كما سيأتي في الباب الذي بعده بأنها قالت أكره الكفر مع الإيمان، رأيت أسود أفطس أقصر، فقالت أريد الطلاق، فقالت تردين على الحديقة، قالت في الرواية قالت وزيادة. حافظك ربي يا شيخ إبراهيم وجزاك الله عنا خير الجزاء، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. نعم. فإن لم يكن هذه الأسباب فالطلاق كما وطلب الطلاق فيه بأس، ومن كان فيه بأس لا تجد رائحة الجنة لأنها قد أتت بكبيرة، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد يثبت بأن طلب الطلاق من غير ما بأس بأنه من الكبائر ولا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. نعم. الفوائد المستنبطة: الحكمة وضع الشيء في موضعه، وذلك قال تسأل الطلاق في غير كنه، فإن كان لها في ذلك فلا، نعم لها في ذلك مأرب فلها ذلك. للجنة ريح، وهذا وصف للجنة الآن، عددت العباد الصالحين ما العين رأت ولا، نعم لا ما فيش دلالة هنا الآن، أي نعم أنت بتقول الآن، أنت إيش قلت إنها مخلوقة الآن، وفي حد قال إنها ليست مخلوقة، المعتزلة قالوا ما قالوا ستخلق، وهذا الأحاديث ما فيهاش دلالة على ما تقول، ما فيهاش دلالة على ما تقول، أنت مش فاهم، اسكت عشان تفهم. طيب نعم هو هذا عظيم حق الزوجة على الزوجة، نقف عند هذا. نعم نقف عند هذا. نعم نعم هذا هو الأصل، بقاء هذا العقد. نعم لو في أي سؤال تفضلوا. تقول سائلة: تقول هناك أخت تطلب الطلاق وقد أنجبت بنتا واحدة ولم يعد زوجها ينجب، وقد أفتاها أحدهم أنها آثمة إذ أن الأمومة قد تحققت، إذ إن حتى هي نعم، إذ إن الأمومة قد تحققت لها ولو بطفل واحد، فهل هي آثمة وتدخل في هذا الباب؟ لا ليست آثمة، لأن مقصد النكاح كسرة الولد، مقصد النكاح ليست الأمومة فقط بل كسرة الولد، قال تناكحوا تكسروا إني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، وكان ترفع خديجة في المكان على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن لم ينجبن منه وأنجبت خديجة، الحق بأن كسرة الولد مقصد من مقاصد الشريعة، فإن كانت فعلت ذلك من أجل الولد فلا تأثم بحال، وإلا فأي دليل يقيد الأمر بوجود هل هذا أمر الولد فأقل ما يكون منه يكون قد قضى هذا الأمر؟ لا، هذا كلام بعيد عن التأصيل، التأصيل هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكسروا فإني مباهن بكم الأمم، مباهن بالكسرة، فكسرة الولد مطلب الرئيس في النكاح، كسرة الولد مطلب الرئيس في النكاح، لا تأثم بذلك. نعم. ممكن شوف وجع الإثم لأنه العيد طلع عليه، يعني هو كان في البداية صحيح وربنا سبحانه رزقها الولد. طب ومن فين بقى الإثم؟ أنت هتقعد تخترع علينا، أنت قاعد بقى ماشي بالخيال في البحر، الإثم بقى طب خلاص بس أنا معاك ماشي معك أهو الآن لأنه طلع عليه، منين الإثم بقى هنا؟ لا أنا بقول هو لعله طلع، ما أنت بتقول الآن الإثم يمكن عشان كده، عشان عدم الصبر. إيه بقى؟ في إيه بقى؟ طب خلاص تأكد أنه لا ولد. نعم. إيه؟ مش قصدي شيخ اللي هو يبقى لا اختراع. الأصل هنا أن نقول أن كثرة الولد مطلب الرئيس. نعم. فاهم؟ كثرة الولد مطلب الرئيس. إنما هو فقه المسألة على أن أقل ما يسمى أمومة يقتضي، فاهم كيف؟ يقتضي إذا انقضت معناه. وهذا مخالف لصريح الحديث. قال تنكحوا تكسروا فإني مباهن بكم الأمم. فهذا مطلب الرئيس، يعني كثرة الولاد مطلب الرئيس.